اخواني اخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير ان شاء الله، وبأطيب المتمنيات وبالصحة والعافية لكم ولأهلكم ولكل من تحبه. هذا اول فيديو ان شاء الله. هذا الفيديو يعني فيديو استثنائي من غير كل الفيديوهات التي سبقت، وهو يعني هذا الفيديو يأتي بعد يوم واحد من قرار تفعيل قناة المعلومة اللي هي قناة ديري، بعد يعني واحد العناء والمجهود دام لواحد المدة تقريبا مدة الشهر أو شهر ونصف يعني من العمل الجاد، ويعني هي هذه التجربة اللي جيت اليوم باش نتقاسمها معكم. كما سبق الفيديوهات شرحت لكم في جميع الفيديوهات التي شاهدتموها من قبل، هذا الفيديو يأتي تتمة أو كخلاصة ثمرة للفيديوهات التي شاهدتم من قبل. إذا كنتم تشاهدون الفيديو لأول مرة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس وضغط زر لايك إذا عجبكم الفيديو بطبيعة الحال، وأن تنشروه بين الأصدقاء وبين كل من تريدون أن يستفيد من هذا الفيديو يعني الحصري، والذي سيكون يعني فيديو بكل شفافية وبدون يعني لغة الخشب وبدون أن أخفي عليكم أي شيء، يعني أي مرحلة مررت بها من خلال تجربتي مع القناة اللي كانت أول تجربة أمر بها إن شاء الله. خليكم معايا ونرجع بعد قليل. إذن أختي أخواتي، عدنا وكما قلت لكم يعني أود أن يعني أن أشترك معكم بالتجربة التي خضتها في طريق تفعيل القناة على اليوتيوب. يعني لا بد من مصاعب ولا بد من مشاكل ولا بد من يعني من ضروري من المرور بعدة مراحل، ويعني وطرق جميع الأبواب يعني لتنمية ولتطوير القناة ولزيادة عدد المشتركين وكذلك عدد ساعات المشاهدة. يعني أول شيء يعني هو إنشاء القناة، يعني طريقة إنشاء القناة الأولى. أول شيء يجب أن تكون القناة ذات يعني واحد يعني قناة من البداية اسم القناة. أول شيء اختيار اسم القناة، فلا يجب أن تختار، خاصة فأغلبية الأشخاص نجدهم يختارون أسماءهم، يسمون قناتهم بقناة فلان أو قناة فلانة أو قناة فلان. هذه تجربة يعني تجربة يعني إذا قد يكتبوا لها النجاح، ولكن على مدة طويلة يعني حتى يتعود عليها المتتابعين ويتعود عليها كذلك اليوتيوب في عمليات البحث وفي عمليات SEO كما تعرفون، يعني رفع من نسبة البحث أو إيجاد القناة بهذا الاسم هذا. يعني أول حاجة كما قلنا الاسم، اختيار الاسم المناسب للقناة. مثلا يعني هناك العديد من المجال، خاصة أن ممكن تختارها على حسب المجال ديالك، معلوميات أو للطبخ أو لا كذا أو لا يعني يعني لا بد من البحث عن أسماء اللي يعني قريبة من أسماء اللي تقريبا تقدر تكون ممكن أن تكون أسماء مشهورة أو يعني أو أسماء اللي جاري بها العمل يعني مبحوث عنها. هذه أول شيء اختيار الاسم. ثاني شيء هو حساب الجيميل. حساب الجيميل لابد أن يكون خاص بالقناة، خاص بدون اشتراكات، بدون يعني حساب للعمل فقط، حساب لرفع الفيديوهات، حساب كذلك سوف تحتاجه من بعد في جوجل أدسنس، وهذه القضية سنشير إليها من بعد قليل.
يعني قلنا ثاني شيء هو حساب الجيميل لا يجب أن يكون حسابا منفردا عن باقي الأعمال، حساب جديد منفرد يعني بخاصية، يعني يكون خاصية التأكد منه أو خاصية التأمين أو تشفيره تكون عالية جدا، يعني باستخدام كلمة السر اللي جد مرتفعة حتى لا تسرق منك القناة أو تضيع منك أو تهكر، يقومون بتهكيرها. ثالث شيء بعد حساب الجيميل، حساب الجيميل يعني وهو الفيديوهات الأولى لرفع من مستوى القناة ولتحسين ورفع نسبة المشاهدات وكذلك نسبة ساعات العمل. حبذا أنك تعمل على فيديوهات شخصية في بدء الأمر، فيديوهات شخصية يعني في الاتجاه أو المحتوى الذي تريد منه قناتك أن تعمل عليه، معلومات أو الطبخ أو الأخبار أو الفن أو الرياضة أو وإلى آخره. هذه يعني قلنا هذا المجال، وكذلك يعني كما قلنا فيديوهات بخصوص المجال أو المحتوى الذي تريد أن تعمل عليه القناة. ثاني شيء الفيديوهات أخرى طويلة يعني للعمل على زيادة ساعات العمل، ساعات المشاهدة، ضروري من فيديوهات لتكون طويلة لعمل زيادة لزيادة عدد المشاهدات، عدد ساعات المشاهدة. هذه الفيديوهات ممكن أن تعملها أنت بشكل شخصي، يعني مثلا تقوم بتصوير فيديو قصير لمدة نصف ساعة أو 20 دقيقة في مكان طبيعي في البحر، أو تصور مثلا وقت هطول المطر أو يعني أي شيء من الطبيعة، ثم تقوم بعمل مونتاج لهذا الفيديو، يعني أن تجعل من هذا الفيديو القصير فيديو طويل، يعني تقوم بمضاعفة هذا الفيديو ولصقهما بعض، يعني فيديو يصبح لديك فيديو في 3 ساعات أو 5 ساعات أو حتى 10 ساعات إذا كانت طاقة حاسوبك وطاقة الإنترنت لديك تكفي لهذا الحجم من الفيديوهات. أو خيار آخر يعني ممكن أن تبحث في مواقع أخرى، في مواقع يعني مثلا حتى في يوتيوب يمكن أن تجد فيديوهات خالية من حقوق الطبع والنشر، وذلك هناك بخيارات، يعني عندما تبحث عن هذه الفيديوهات تقوم بفلترة أو عزل الفيديوهات التي يعني بدون حقوق طبع أو حقوق النشر. هذا من جهة. ثاني بطريقة أخرى كذلك هناك مواقع تسمح لك برفع فيديوهات قصيرة بدون حقوق نشر، ولكن بدون صوت فقط، هي فيديوهات فقط قصيرة مدتها دقيقة 30 ثانية أو 60 ثانية، يمكن أن تعمل بها، يمكن أن تجمع هذه الفيديوهات في فيديو واحد متكامل مع ربطه بموسيقى أو بصوت من اختيارك، يكون الصوت كذلك مجاني بموقع آخر سوف أتطرق إليه، سأري لكم من بعد. أو أترك لكم رابط هذه المواقع التي تمنح لكم هذه الفيديوهات أو الصور والأصوات مجانية، أو ممكن أن تربطها بأحد يعني الأصوات الموجودة في التي تمنح يمنحها لك اليوتيوب. يعني هناك خاصية في اليوتيوب تمنحك أصوات مجانية، يعني بإمكانك إعادة استخدامها كما تريد، ويعني بدون خوف وبدون أن يكون عليك أي يعني أي خطر، أو لا يهدد قناتك أي خطر، ولن تحصل عليه لا على إنذار ولا على حتى لا يعني لا ولا حتى أي ولا إلا أي إنذار في القناة دي.
بعد هذا يعني المحتوى الفيديوهات اللي قلنا انه لازم يكون عدد كبير من الفيديوهات، وخاصة فيديوهات طويلة لكي تعمل على المشاهدة بها او لا على رفع عدد المشاهدات. ثالث شيء، هناك يعني تطبيقات متوفرة لمن يريد ان يعمل بها، تطبيقات تسهل عليك عمليات يعني مشاهدة الفيديوهات أو مشاهدة فيديوهات الآخرين، مع أن كما يراج أن الاشتراكات يعني أن اليوتيوب يسحب هذه الاشتراكات ويسحب الاشتراكات ويترك لك مدة المشاهدات وكذلك عدد يعني المشاهد عدد ساعات المشاهدة وكذلك المشاهدات. هذا تحتفظ بهم مع يعني مع حذف، انا ما اظن انه هنا يحدث بدأ اليوتيوب بحذف الاشتراكات، لذلك تجدون هذا المشكل حذف 100 مشترك 50 مشتركا بالنسبة للناس الذين يتبادلون الاشتراك. هذه المعلومة يعني صراحة انا لم اواجه هذا المشكل، ولكن على ما ارى في بعض الاراء وبعض التدوينات يقولون أنه بدأ اليوتيوب في سحب الاشتراكات المزيفة. يعني بعد الفيديوهات أو بعد هذا التطبيقات، ولكي يعني لكي تتأكد لكي تستفيد أكثر من هذا يعني تستفيدوا أكثر من التجربة التي مررت بها، أنصحكم إخواني الكرام بتتبع الفيديوهات وحلقات الفيديو لتطوير قناة اليوتيوب. هذه المراحل التي مررت بها مرحلة بمرحلة، يعني نقطة بنقطة، لا زيادة ولا نقصان، لتصلوا إلى ما وصلت إليه. وكذلك يمكنكم يعني أشير إلى شيء، لا بد من استعمال جهاز الحاسوب. الإخوان الذين يملكون فقط الهاتف المحمول، الأمر يعني صعب 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 قليلا، صعب مش صعب قليلا ولكن صعب، خاصة فيما يتعلق بساعات المشاهدة. يعني لا بد من جهاز حاسوب حتى يتسنى لكم فتح أكثر من حساب، وكذلك فتح أكثر من يعمل بتقنية الروابط، وهذه التقنية ستجدونها في رابطة في صندوق الوصف، يعني مثل باقي التقنيات التي عملت بها أنا، وإن شاء الله ستستفيدون منها وستحققون ساعات المشاهدة بأقصى سرعة. وكذلك يمكنكم الاستغناء عن المجموعات، يعني العمل بمفردكم. أنا لا أقول أن لا يجب أن تتعاملوا مع الإخوان الآخرين، يعني مساعدة بعضكم بعض، ولكن في إطار تكون يعني إذا حبذا لو يكون مجموعات صادقة ويعني فيها شفافية وفيها أناس يعني يعملون بجد وبدون غش وبدون يعني مع مراعاة الآخرين. إذا كان إخواني أخواتي هذا الفيديو اللي أتقاسمت معكم تقاسمت وإياكم فرحة قبول القناة في بجوجل أدسنس، وكذلك تقاسمت وإياكم تجربتي وطريقة العمل التي كنت أعمل بها، وإن شاء الله سأظل أعمل بها، وسوف أنزل لكم كلما جربت طريقة لتستفيدون منها في قنواتكم، سوف تجدون إن شاء الله على القناة. وكذلك أدعوكم إخواني الكرام لمن يشاهد الفيديو لأول مرة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس، وكذلك المشاهدين المشتركين القدامى الأعزاء الذين لولاهم لما وصلت يعني لهذا يعني لما تجاوزت هذه المرحلة، وإن شاء الله أدعوهم كذلك للانضمام إلى المدونة قريب التي سوف تفتح قريبا، التي ستجدون فيها كل ما تريدون، كل ما يعني جميع الأذواق، يعني ما يتعلق باليوتيوب والأدسنس وكذلك العالم يعني
شاملة، ستجدون مدونة شاملة تفيدكم في الحياة اليومية إن شاء الله. ولا تنسونا من دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.